انت شكلك من النوع اللي بيتاثر بناس كتير بتغني يعني. في ناس كتير بيأثروا عليك في الغنى او يعني ما بيأثروا ان انا يعني عارف يعني. انت مثلا لما غنيت عمرو غنيت جو عمرو غنيت روحه. فجأة لقيت صوتك راح للجو. هو صوتك هو صوتك بس هو روحه بتحضر بس راح راح لجو عمرو. ولما غنيت وائل جسار حسيت برضو انه ايه انه مين تاني مأثر معاك مأثر فيك كتير يعني. مثلا انا بحب بهاء سلطان جدا من حب الاصوات لقلبي. سلطان بهاء سلطان يتحب يعني طبعا. يعني احب صوت رجالي لقلبي هو بهاء سلطان بجد. انا بعشقه بحب بهاء جدا جدا يعني انا اول اغنية افتكرها لبهاء سلطان هي اللي هي بتاعت اللي هو صورها في الصحراء يا اللي يا ترى